مرحبا طلابنا الأعزاء، شو أخباركم؟ في هذا الفيديو أنا بدي أشرح لكم كيف تفوتوا على موقع نعزف معا، أو بالعبراني اسمه كيهلامنا جينيت، بطريقة بسيطة جدا. في هذا الموقع طبعا عشان نستمر في دروس العزف على آلة الناي، في هناك تمارين وفي دروس كمان محوصلة. باختصار بنفتح صفحة انترنت، بنفوت على موقع جوجل زي ما انتم شايفين، وبنكتب بالعبراني كيهلا مناجينت، وبنضغط انتر. واول اسم ببين عنا في الصفحة اللي فتحها جوجل، في عنا كيهلا مناجينت لمدن جنابة دير حتشانيت ومهنعة، نضغط عليها. طبعا هسا على الجهة الشمال إذا بتلاحظوا، أول شيء فتح لنا الصفحة، بتشوفوا هاي الصورة اللي فيها الثلاث الأولاد اللي ماسكين الآلات، اعرف إنك أنت وصلت للصفحة الصح. وبنضغط على اللغة العربية، نفتح في عيدنا الشمال هنا في اللغات اللي موجود فيها الموقع، وفتح لنا اللغة العربية. بعدها في عندي على إيدي الشمال حد اللغة اتصال، بقدر أعمل اتصال عن طريق استخدام رمز تسجيل الدخول اللي موجود في كل كتاب وزعناه عليكم بالصفحة الأولى. هذا هو الكتاب طبعا، سحر الناي. بنفتح الكتاب على الصفحة الأولى هون، عيدنا الشمال مكتوب رمز كود كنيسة، أي كود كنيسة لأطار. وباختصار بنفتح استخدام تسجيل الدخول أو كود تسجيل الدخول، وبنكتب الرقم اللي مكتوب عندنا على الكتاب 9، بنحط بين الأربع أرقام في الناقص هذا اللي حد الصفر، وبنحط له دخول، وهيك هاي فتنا على الموقع. مرحبا زاهر او ظاهر نصاصره، بكتب لك اسم المدرسه، مدرسه عمر بن الخطاب، واسم المعلم كمان بيعلمك زاهر نصاصره. وهنا في عندنا تمارين، صفحه رقم 8، نغمه سي، نغمه لا، تمارين بنغمتان، نسيم الصباح، كل الاغاني اللي انتم شفتوهن في الكتاب موجودات كمان في الموقع. وشكرا لكم.